والآن مشاهدينا إلى أهم أنباء المال والأعمال. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. انتظمت حركة الملاحة في قناة السويس، حيث شهدت عبور 74 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 4,800,000 طن. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع صرح بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع هاي تونغ 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر. ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. عقدت بمحافظة دمياط ندوة لمناقشة مقترحات كيفية التقدم بمشروعات خضراء ذكية، واستعرض منسق ورئيس المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر التقدم بمقترحات مشروعات خضراء ذكية لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة مثل تدوير المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة. تشرفت وسعدت اليوم بزيارة محافظة دمياط، محافظة جميلة جدا، والتطورات ولقاءات اللقاء مع معالي الوزيرة دكتورة منال عوض، واللقاء اللي عملناه النهاردة لنطلق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في محافظة دمياط. وسعدت جدا باللقاء العقد اليوم لتناول ازاي الاعضاء وازاي مواطنين في محافظة دمياط يقدروا يتقدموا مشروعات خضراء ذكية. واشكر معالي الوزيرة المحافظة على الدور الايجابي والقيادي اللي قامت به للترويج للمشروعات، وطبعا شرحنا أهمية ميناء دمياط، كانت من المحافظات اللي كسبت في الدورة العام الماضي في الكوب 27، قدمت ميناء سيد وكان أحد المشروعات الفائزة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك بلس على المزيد من تخفيضات الإنتاج. انخفضت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 2.73% إلى 76.22 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.31% إلى 72.10 دولار للبرميل. تراجع أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.94% لتصل إلى $2.33 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل نحو $2.38 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، بينما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق له بتخفيض حاد للأعداد، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بوقع 4,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 229,000 في الأسبوع الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.